بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا اليوم عن النملة نمولة، المخلوقة الصغيرة اللي بتقضيها شغل من الصبح لآخر الليل هي ورفقاتها، تيجمعوا أكل، بيأكلوا جزء منهم وبيتركوا جزء تاني للشتوية، لأنه بالشتوية بتضلها تحت الأرض بمملكتها الصغيرة. هيدي المملكة كانت كتير قريبة من مملكة النبي سليمان عليه السلام. النبي سليمان عليه السلام الله منع له بالخيرات والبركات والأراضي الواسعة، وكان ما يقبل بالظلم أبدا، وكمان الله سخر له جنود من كل المخلوقات، من الإنسان ومن الحيوانات وحتى الرياح، وأكثر من هيك إنه الله علمه كيف يحكي معهم، يعني يفهم عليهم ويفهم عليه. ليوم من الأيام انطلق النبي سليمان عليه السلام هو وجيشه الكبير والمهيب، البشر قادة السرايا وباقي المخلوقات كلهم وراهم، والرياح عم بتسندهم من كل الميلات. ليش؟ لينشر الدين ويقضي على الشرك ويهدم الأصنام. بهيدا الوقت النملة نمولة هي وبشغلة مهمومة سمعت صوت الجيش وهو جاي لعندها، صوت كتير قوي، فخافت وصارت تعيط لرفقاتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع النمل هيدا الصوت، بلش يتلفت يروح يمين شمال، راح بده يتخبى بقلب البيت، ما عادش عرفوا حالهم شو بدهم يعملوا، كلهم هربوا وتخبوا بقلب بيوتهم. هون سمعت الريح صوت النملة، فحملت الخبر ونقلته على اذن مين؟ النبي سليمان عليه السلام. شو عمل النبي سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قام بتبسم النبي وانبسط من حب النملة واخلاصها لاهل مملكتها، وشكر الله على النعمة الكبيرة انه خلاه يسمع صوت النملة الصغيرة، وكمان يعتبر منها وناخد نحن العبرة انه ما نأذي اي مخلوق بدون ولا ذنب، حتى النملة الصغيرة. رجع النبي سليمان على مملكته وبعد احد جنوده تجيب النملة نمولة لعنده، جاب النملة نمولة، فاتت النملة وقالت له: السلام عليك يا نبي الله. رد عليها النبي: وعليك السلام. وقال له النبي: يا نملة، ما بتعرفي انه انا نبي الله والله بعتني لانشر السلام والمحبة بكل الارض؟ قالت له: بلا بعرف. ام قال: طب ليش ناديت باحلى صوتك وخليت باقي النملة يخافوا ويرتعبوا ويروحوا على بيوتهم ويهربوا؟ قامت طلعت في النملة وقالت له بكل ثقة، قالت له: يا نبي الله، انا ورفقاتي بنشتغل من الصبح لاخر الليل بكل جد لنكسب رزقنا، منضل نسبح ونشكر الله كل الوقت، فخفت اذا اجوا جيشك يدعسونا وهن مش منتبهين، او اذا زمطنا وقعدنا على جنب فبيلتهوا عن التسبيح وعن الشغل بهيبتك. فرد عليها النبي وقال له: الله يبارك فيك وبرفقاتك، تشتغلوا بكل جد وبتعبدوا بكل صدق كمان. قبل ما تفل النملة نمولة الذكية من عنده قالت له: يا نبي الله، الله سخر لك كل المخلوقات، أعطاك مال وأعطاك حكمة، كرمال شو هو؟ كرمال تنشر تعاليم الله على الأرض، هودي كله يا نبي الله، هودي من فضل الله عليك. قام طلع فيها النبي وقال له: صح بعرف يا نملة يا نمولة، وأنا لله من الشاكرين. وقبل ما تفل النملة قالت له: يا نبي الله، كل اللي بتملكه حيزول، زوال الملك مثل زوال الريح، بتجي وبتروح، وما بيبقى بالحياة إلا العمل الصالح والخير اللي بتقدمه لهالأرض. قام تبسم النبي من حكمة هيدا النملة وعطاها هدية إلها ولرفقاتها وشكرها، وأمر جنوده إنه يرجعوها على بيتها بأمن وسلام.